السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، في صحة جيدة وفي احسن الاحوال. متتبعين الاعزاز ديالي، اليوم جات لكم عرض لواحد المحل تجاري اللي بغى يبدا شي مشروع ديالو ولا هذا. المهم هذا المحل هذا راه كما كتشوفوا معايا محل جميل نقي مصلوح وكبير. المهم قبل ما نبدا في التفاصيل ديالو، كنبغي نشكر المتتبعين العزاز ديالي من جميع انحاء العالم اللي كيتبعوني وكيشجعوني وكيخليو ليا تعاليق زوينه كتشجعني. شكرا ليكم، وكنتمنى دائما نكون عند حسن الظن ديالكم يا رب، ونكون كنفيدكم ولو بشي حاجه بسيطه. ومرحبا بالناس اللي دخلوا جداد القناة، مرحبا بكم. ما تنسوش تابوناو في القناة باش دائما يبقى يوصلكم الجديد. وبالنسبة للناس اللي كيسولوني على بارتمات، راه كاين بارتمات زوينين وفي متناول الجميع، غادي نشاركهم معكم ان شاء الله. المهم يتبعوا القناة دائما، كل نهار تقريبا هاد الايام راه كنحط لكم فيديو مع الساونس العشية. وكنتمنى نكون كنفيدكم يا رب، ونكون عند حسن الظن ديالكم. وعلى بركة الله غادي نبداو التفاصيل ديال هاد المحل هذا. بالنسبة لهاد المحل هذا كيتواجد في أناسي، جا قرب مسجد رضوان وقرب صيدلية الشفاء. المهم تبعوا الفيديو من الاول حتى الاخير باش تعرفوا جميع التفاصيل وجميع المعلومات. بالنسبه لهذه السيده هذه راه صلحات هذا المحل، يعني صلحاته مزيان. هذا الحمام اعزكم الله، المهم فيه سده تبارك الله راه كبيره، والمحل راه فيه 18 متر. وكاين واحد فيه واحد لاكويزين صغيره، هانتوما غتشوفوها في لا فيديو. كما قلت لكم بالنسبه للمحل فيه 18 متر، كيتواجد في اناسي قرب مسجد رضوان، والسيده كطلب فيه 32 مليون قابله للتفاوض. المهم اللي بغى يجي يشوفه مرحبا، انا غادي نخلي لكم الرقم ديال السيده وغادي نخلي لكم الرقم ديالي. اللي بغى يجي يشوفه يتواصل معنا على الرقم اللي غادي نخلي لكم اسفل الفيديو، يجي يشوفوا مرحبا. كما كتشوفوا معايا هذا هو المحل، وفين جاء بالضبط يعني المحيط اللي داير بالمحل كما كتشوفوا معايا. وكانوا هادو هما المعلومات ديال هاد المحل هذا. كما قلت لكم هاد المحل فيه 18 متر، كيتواجد في اناسي قرب مسجد الرضوان، جا في موقع زوين. بالنسبه للثمن سيده كطلب فيه 32 مليون قابله للتفاوض. المهم اللي بغى يجي يشوفه مرحبا، يتواصل معنا على الرقم اللي غادي نخلي لكم اسفل الفيديو. محل زوين مصلوح، السيده صلحاته نقي، ولكن يعني الظروف اللي خلاتها تبغي تبيع داكشي علاش. المهم هنا كما قلت لكم راه كاينه واحد لاكويزين صغيره كما كتشوفوا معايا. وكانوا هادو هما المعلومات ديال هاد المحل هذا. اللي بغى يجي يشوفه مرحبا، يتواصل مع السيده، غادي نخلي لكم الرقم ديالها، ولا يتواصل معنا على الرقم اللي غادي نخلي لكم اسفل الفيديو. كما قلت لكم هذا المحل هذا راه فيه 18 متر، فيه سده راه كبيره، فيه الحمام وفيه لاكويزين. اللي بغى يجي يشوفه مرحبا. وبالنسبه للثمن السيده كطلب 32 مليون قابله للتفاوض. المهم اللي بغى يجي يشوفه مرحبا. وبالنسبه للجديد راه دائما كاين الجديد، ودائما كاين بارتمات زوينين. الناس اللي كيسولوا على بارتمات في اناسي، كاين عندي بارتما في الدوزيام ايطاج، بارتما زوينه مشمسه قبليه،
والسيده كطلب فيها 30 مليون اللي بغاها مرحبا جات قرب الكوميساريه وقرب البنك الشعبي، كتواجد في اناسي قريبه للترام وجميع المواصلات كلشي كاين حداها. وكاين عندي بارتمان السيده كطلب فيها 38 مليون، كتواجد في اناسي نيت قرب الكوميساريه حتى هي جميع المواصلات حداها اللي بغاها مرحبا، كتواجد في الطابق الاول. وبالنسبه للبارتمان اللي كاينه في والي اللي راه مازال كاينه، الطابق الاول 60 متر، بارتمان جميله مصلوحه نقيه وجات في موقع زوين اللي بغاها مرحبا. السيده كطلب فيها 34 مليون قابله للتفاوض. بالنسبه للناس اللي كيسولوا على البارتمان اللي عندنا في القدس، كاين عندي بارتمان في الطابق الاول، بارتمان زوينه 84 متر وعندها الطروازيام ايطاج تابعه ليها 42 متر اللي بغاها مرحبا، راه مازال كاينه، كتواجد في القدس قرب مدرسه المهندسين. وكاين عندي بارتمان ريتشوسي، وكاين عندي بارتمان دوزيام ايطاج والطروازيام ايطاج قرب مسجد لالة فاطمة الزهراء في البرنوسي القدس، راه مازال كاينين يعني هادو مازال جداد يعني يلاه السيد كيسال عليهم الاصلاحات ديالهم، المهم اللي بغاهم مرحبا. بالنسبه للناس اللي كيسولوا على سيدي مومن، راه كاين عندنا بارتمان في سيدي مومن زوينين، كاين عندي بارتمان في اقامه عبير الطابق الاول 60 متر قبليه وجات في موقع زوين وكلشي كاين حداها، الثمن ديالها هو 40 مليون قابله للتفاوض اللي بغاها مرحبا. بالنسبه للبارتمان اللي كاينين قرب مسجد عبير، كاين عندي بارتمان زوينين كبار 80 متر، راه مازال كاينين اللي بغاهم مرحبا، كاين عندي بروميير ايطاج والدوزيام ايطاج. بالنسبه للبارتمان اللي كاين عندي في اقامه نور سيتي، كاين عندي بارتمان في التروازيام ايطاج، بارتمان زوينه بالنسبه للبروميير ايطاج تباعت وبقى التروازيام ايطاج 70 متر اللي بغاها مرحبا، السيد تيطلب فيها 52 مليون قابله للتفاوض. وبالنسبه للبارتمان اللي كاينين في حي البركه، كاين عندي بارتمان 80 متر عندها جوج واجهات، دوزيام ايطاج كاين لاسانسور وكاين سطح وكاين الكراج، فيها ثلاثه البيوت، الناس كيسولوا على ثلاثه البيوت وصالون وسيجور جوج حمامات لا كويزين، المهم اللي بغاها مرحبا، السيده كطلب فيها 60 مليون قابله للتفاوض. بالنسبه للبارتمان اللي كاين عندي في اقامه الهدى سيدي مومن، حي الهدى عفوا سيدي مومن، راه مازال كاينه، كتواجد في ريتشو السعاليه وفيها ثلاثه البيوت اللي بغاها مرحبا، 46 مليون قابله للتفاوض حتى هي مازال كاينه. بالنسبه للبارتمان ديال اقامه جوهره تباعت، وراه كاين بارتمان في القناه اللي بغى شي حاجه مرحبا يتواصل معنا في الواتساب. راه بالنسبه للعين السبع، الناس كيسولوا على عين السبع، راه كاين عندي بارتمان زوينين في عين السبع، اللي بغى شي حاجه يتواصل معايا في الواتساب ارسل ليه الرابط ديالها، واللي ما جاوبتوش الله يجازيكم بخير عاودوا تواصلوا معايا، راه ما كيبقاوش يطلعوا ليا الارقام ديالكم، اللي ما جاوبتوش يسمح ليا ويعاود يتواصل معايا، راه بعد المرات ما كنبقاش عارفه شكون اللي جاوب وشكون اللي ما جاوبش. والناس اللي بغان يحطوا عندنا العقار ديالهم مرحبا والف مرحبا، تواصلوا معنا على الرقم اللي غادي نخلي لكم اسفل الفيديو. وكنتمنى دائما نكون عند حسن الظن ديالكم ونكون كنفيدكم ولو بشي حاجه بسيطه، ونكون خفيفه على قلوبكم، وراه كتفرحوني بزاف مني كتخليوا ليا تعاليق زوينة وكتشجعوني بها، شكرا لكم. وإلى عجبكم المحتوى ما تنسونيش من الجيمات والبارتاج للقناة مع العائلة والأهل والأحباب والأصدقاء ديالكم باش تعم الفائدة وباش تشجعوني أنا نزيد نحط أكثر ونزيد نجيب لكم الجديد، وراه دائما إن شاء الله كنقلب على الجديد ودائما كاين الجديد. وكان هذا هو لا فيديو ديال اليوم، كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم،
وإلى اللقاء إلى فيديو قادم إن شاء الله.